صوت معانا البراءات الواليد على عيني الخوانا إذا كنتي مغربي أجي صوت معانا براءات الواليد على عيني الخوانا إذا كنتي مغربي أجي صوت معانا براءات الواليد على عيني الخوانا إذا كنتي مغربي أجي صوت معانا براءات الواليد على عيني الخوانا إذا كنتي مغربي أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي صوت معانا البراءة الزروالي على عيني الخوانا إلا كنتي مغربي حر أجي الشعب يريد إطلاق الزروالي 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 الشعب الله الوطن الملك الله الملك الله يا ربي تصلحوا من هذا امين وحمد المسلمين اجمعين صراحه الرجل هذا صدق الله يصلحوا يا ربي يطلق صراح ديال الرجل يا ربي وراه غير المساكين امين وتيدير الخير هاد السيد وتيدير غير الخير والله الا هاد الناس كاملين مخلصين ليه غير الخير والله الا وصنطلب الله يطلق الزوالي وصنطلب سيدي ربي يا ربي يا ربي يا ربي تطلق هاد خويا يوسف يا ربي راه تيدير غير خير يا ربي يجعلوا قوه لهذا الوطن الحجاجات حنا ديما ها هي تاتي تبغي الزروالي ها هي جات الحاجه هذيك المرته صدات بقى تهضر عاش الملك وعاش الملك وصال العلويه عاش الملك من طرف دعي معاك دعيوه الحاجه مع الزروالي اليوم يا ربي يا ربي ربي كيسمع فينا يا ربي يا ربي الحمد لله عندنا الحمد لله كذلك لا اله الا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله يطلق سراحهم واللي مريض الله يشافيه وديما الله الوطن الملك وتحيه نضاليه مروان المناضل بالعربي الا بغيتو اختي تابوناو عندي مرحبا بكم مشاهدي قناه شوفي هذه هي الاجواء امام المحكمه الابتدائيه بمدينه مكناس هنا في الجلسه ديال يوسف الزروالي اللي كيمثل الان امام المحكمه بتهم ثقيله من ضمنها النصب وخيانة الأمانة وكذلك تزوير وثيقة مرور واشتغال في إطار غير قانوني وعديد من القضايا. إذن اليوم كيتمثل يوسف اليوتيوبر الشهير أمام المحكمة أمام القاضي اللي غادي أمام المحكمة واليوم غادي نسمعوا جميعا آخر المستندات من قضيات ديال يوسف وكذلك فرضاش معنا تحكم وتابونا
المحكمة. هذه هي الأجواء مشاهدي قناة شوف تيفي من أمام المحكمة بالعاصمة الإسماعيلية. طبعا ككل جلسة أو ككل محاكمة كنلقاو أنه كاين تواجد أمني مكثف بجنبات المحكمة من أجل تأمين هذه الوقفة التضامنية اللي كيف ما دائما وأبدا كنقول لأنها أحيانا كتقرب تخرج عن السيطرة لولا التواجد المكثف ديال رجال الأمن الوطني اللي الدور ديالهم حماية هذا الوطن. الوقاية ثم الوقاية. ديما الكمامة راه ماتوا الناس قدامي أتحملوا المسؤولية على تركهم، راه ماتوا الناس بكوفيد هما خرجوهم من سيدي سعيد. هذه هي الأجواء مشاهدي قناة شوف تيفي من أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس.